حنايا اللي كنعرفوا اننا خاصنا نجيبوا 3 بوين من اسفي اول حاجه، اللي انا دابا مركزه على الماتش اللي غادي نلعبوه ان شاء الله. وكنقول البنات برافو عليهم لانهم داروا مجهود كبير، مع ان ما كانش عندنا الوقت اللي يرتاحوا فيه البنات. كيف ما كتعرفوا ان شباب محمديه كانت عندهم مقابله مع نفس الفريق اللي لعبنا فيه اليوم، لعبوا صامدي ارتاحوا ديمونش وارتاحوا لاندي وارتاحوا مغدي. حنايا حنا ما كانش عندنا الوقت باش نرتاحوا. وتنقول لهم برافو على المجهود ديالهم. الحمد لله انا ما تبليسات ليا حتى شي لعابه، لاني اي وحده عندي هنا انا محتاجها للمقابله الجايه، لان مقابله قاصحه كنت اسفي. ونتمنى اني نجيب 3 بوا من تما باش نكون نده لفريق الزمان ان شاء الله. في حاله ما يعني في حاله ما الاعتراف ديال اولمبيك فريبكا ضد الزمان راه انه تقبل، فهاد الشيء يمكن انه كيقوي حظوظ الفريق الرجاء باش يطلع للبريمير سيم. حنايا ما نمشيش في ديك النقاط ديال ان واش يحيدوا لهم 4 نقاط ولا ما يحيدوش لهم 4 نقاط. انا اللي كنعرف اني انا نتقاتل في كل مقابله ونجيب 3 بوان اللي عليا ويكون الخير ان شاء الله. واش التعادل غادي يؤدي التاهل، غادي يعطي حظوظ الصعود القسم الاول ان شاء الله؟ ان شاء الله، علاش لا؟ حتى حاجه باقا ما محسومه، حتى حاجه ما محسومه. احنا غنديروا المجهود ديالنا ويكون خير ان شاء الله. نعطي الكلمه اللي معايا لي كوتش اللي معايا. هي مزيانه، حنا عندنا البنيتات الصغار والبنيتات اللي ما كيدخلوش، يعني بغينا نشوفهم في هاد كاس العرش وبغينا نجربوهم. وراك شفتوا المقابله كيفاش دازت، اجواء عاديه مزيانه، والفريق اللي كنا لاعبين معاه هو ماشي فريق بالسهل، يعني الخصم كان مزيان وحنايا راه دخلنا غير البنات باش نشوفوهم. هادشي اللي كاين صافي.